Have we seen a lot of those with ABR sets? I don't know if we have, but we definitely have seen this matchup. It's been a long time coming. Tata versus ABR. This is round four. Oh my god, what a way to catch that defensive option from Tata there. Pure footies. How about? Do you guys hear me well now? So I had to take off the headset. I was getting too distracted by my own voice. Tuki taking note because actually, I don't know. Neither of these guys are probably repeat. It doesn't matter anyways. Smash is always a fun time. Anyway. Tata's starting this set off really well. But either way, he's a stock up currently in this game, but not by much. Although it is a stock. Down tilt into back air, looking drunk. That's the Jair of Diddy. That's Diddy Jair, except it's a lot worse. Yeah, because you have down tilt in the back air. Does Happy Feet play Diddy? He's the second best player in Egypt. Saud, Saud, if you're in the chat, can you tell me if Happy Feet plays Diddy? Oh my god, using the banana against him. Sometimes it's your closest friends that give you the biggest betrayals. I think. Got the banana in hand, ready to use it. Whip. Lick. Huh? Oh, let's go! I have to go. Oh, now it's almost neck and neck, but ABR is at less of a risk of dying. Okay, he's in the advantage right now in his zone. I mean, yeah, but I was saying that ABR is an advantage. Three, two, one, go!
I'm speaking again this week. غالي شوية زيادة. كاتشز الجم. إيش؟ سبن. أيوة أتوقع. الخسران. إيه الخسران يطلع على يطلع سبن. أيوة.
ايوه لا التاسع صادق لا الخسران يكون التاسع فتوقع في 7 ولا ما ادري حاليا كاتم عالي قاعد يلعب مره كثير قاعد يحاول ياخذ ابو سعود اخيرا ياخذ سكوت كان مره يحتاجه قبل ما تخلق منه زياده اوكي حاليا ما سويت مومنتم بس ضيع سكيت كنترول اوكي اتذكرني بس ما في يعني كات عشان يطلع من الفريق بدون كات تكابتلايز على المسكر هذه ما هي بس الفايف يعني هذه بس الفري لا لانه ما وصلنا كوبيت لسه اي يعني هذه كلها حق الكوبيت نايس جود رجعها في البرسنت ديفيسيت مره عالي حلو حاول يجيب التو فريم كانت فرصته يجيب الريجراف اوكي حاليا كات طلع نفسه اوكي تكلم بين عنده حركات بس ما يبغى هلا بس الفايف اوكي قبل شوية كلهم كانوا يرموا هيد بوكسز يعني ممكن تشوفوها راندوم بس كلهم ما يبغوا الثاني يقرب يدخل الاريا حقه يعني مينتينينج التريتوري حقه يعني لما يرموا هيد بوكسز اكي ما علينا ما علينا بيئة الاير دوج الحين ابو سعود متقدم وباقي له جيم طيب انا استاذنكم عندي جيم دبلز فبترككم مع انا جيت شو الاخبار شباب كيف الحال اموركم في السليم اتحداك ما تقول اوكي يلا صار وصلت 24 والله انا اعتذر على تلق للشخص هذا شوف اسمح لك تمسكني صاير اقول زيك بس اسمح لك تطق دقايق الحين يبقى زيك بعد شوي اوه جاهز الموز طيب ايش اتاك حلو موز طب طيب بعدين فول ما هلو بكر موز ورأس بنا بعدين حلو طبعا عنده أفضلية عشان يستطيع كنا يضغط على بي آر اوكي باري حلو جميلة ضغط نفسي حلو بي آر طيب بعدين حلو سماش السلام
يوم الموجة مسكها طاطا طاطا مسكها ايش ممكن يسوي فيها الموجة الحل الوحيد اللي نيفر مايند طيب طيب حلو سلام اوه شعرة مسكه يرمينا قدام مسك الموزة فيها فيها زيت اوكي مسك ام عليه استعجل فيها استعجل فيها طاطا حلو طاطا بيرجع في الماتش سعود سعود من الموزة حلوة طاطا منضغط اوه حلوة مسكة موزة طيحة اوه اوه قريب لحظة ابو سعود شكعي ابو سعود والله فوت هجمة احترمة ما ادري ايش ما انه موزة رجع رجع سلام الو ويتاهل ابو سعود 3-1 ابو سعود يفوز 3-1 على طاطا